ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ طبعا دلوقتي بقى هعمل لكم الوصفه الثانيه اللي احنا قلنا ان احنا نعمل حاجه في اكلات العيد. هنعمل صينيه ريش في الفرن. طبعا زي ما انتم شايفين كده الريش بتيجي بالشكل ده، تبقى متقطعه كده. هستخدم لها ايه بقى؟ معايا هنا بصل مقطعه بالشكل اللي انتم شايفينه ده، معايا طبعا هنا التوابل هقول لكم عليها، معايا طماطمايه، معايا فلفل حامي وفلفل بارد. طبعا تقدروا تستخدموا الفلفل الحامي لو مش عاوزينه. معايا هنا بقى التوابل زي ما انتم شايفين كده، معايا ملح، معايا ورق لورا، معايا جوزة الطيب، حبة قرفة صغيرين، روزميري، زعتر، فلفل اسود، بهارات، حبة حبهان كده مطحونين مش كتير برضو. طبعا انا حاطه هنا حبه قرفه صغيرين، اللي ما يحبش يحطها يحط، ما يحطهاش براحته، بس هي بتدي ريحه وطعم جميل جدا بالنسبه للحمه. طبعا اول حاجه طبعا ان انا اضيف الكلام ده كله مع بعضه في الصينيه. احط معاكم كده البصل، احط عليه الطماطم والفلفل بالشكل ده، احط عليهم التوابل بالشكل ده كده، وابتدي الكلام ده كله بقى ان انا اخلطه مع بعضه. اخلطه بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. طبعا اهم حاجه ان ده كله يندمج مع بعضه قبل ما نبتدي ان احنا نحط اللحم عليه. طبعا اللحمه دي طبعا بتتشوي، بس احنا يعني حابه ان انا اعمل كله بقى النهارده في الفرن كده، حاجه سريعه يعني في الفرن، بما اني مولعه الفرن فكله هيتظبط جوه الفرن بالشكل ده. زي ما انتم شايفين كده طبعا كله عملت قلبته كله كده مع بعضه. طبعا بالنسبه للبصل حطي بصلتين ثلاثه زي ما انت عاوزه بقى حسب البصل المتوفر عندك. هبتدي بقى ان انا اخد قطعه قطعه كده. طبعا كل ما بيزيد البصل والتوابل كل ما بتبقى الاكل معاكي جميل جدا. هبتدي بقى ان انا اخد قطعه قطعه كده بالشكل ده، وابتدي ان انا اتبلها كده واركنها اهو. طبعا على فكره مش بتاخد سوى خالص لان هي ريش بفلو. طبعا هعمل بقى الكلام ده كله كده ونرجع نشوف طريقه التسويه بتاعتها في الاخر. طبعا انا ممكن ان انا اقدم لكم بقى كل الحاجات اللي انا عملتها مع بعض. زي ما قلت لكم انا يعني عامله اكل كتير بالنسبه للعيد، فانا مش هينفع ان انا انزل لكم الفيديو على بعضه، يعني ده ممكن يوصل لساعه. فانا حبيت كده ان انا اخلص لكم فيديو فيديو كده وانزل لكم كل يوم حاجه. طبعا هي مش هتنفعكم في العيد بس، يعني الاكلات دي بقى مش هتنفع في العيد بس، ده هتنفع في يعني في اي مناسبه، يوم عادي يعني تقدري بقى ان انت ايه. انا بس بنزل لك الحاجات اللي ممكن تعمليها في العيد، ودي بقى انت ايه حسب ما انت عاوزه. طبعا ان انا ما لحقتش، طبعا انتوا عارفين ان انا عملت نوعي من العيد، فعقبال لما خلصتها ما لحقتش بقى ان انا اصور لكم فيديوهات انزلها قبل العيد بالنسبه للاكلات الفطاري. بس انا عملت لكم قبل كده كام فيديو للعيد وحاجات شبيهه، يعني ممكن المكرونه بالبشاميل، بس هنعملها النهارده بقى تعصيج اللحمه، هنعمله بطريقه يعني مختلفه شويه عن اللي كنت بعملها عشان نوفر في الماده الدهنيه او السمنه. فده كله بقى يعني انتظروه معايا زي ما انتم شايفين كده. بقى هخلص الكميه كلها ونرجع نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا خلصتها، رشيت عليها حبه روزميري من على الوش. تقدري عندك بهارات لحمه تقدري تحطيها زي ما انت عاوزه. احطها بقى على النار كده، معايا كوبايه من الميه، ابتدي ان انا احطها عليها بالشكل ده. طبعا برضو رشيت عليها
حبه جوزة الطيب بتدي ريحه وطعم جميل جدا. هبتدي بقى زي ما انتم شايفين كده نحطها على النار. قبل ما ادخلها الفرن برده هسيبها تاخد غلوه من على الوش، هغطيها بورق فويل بالشكل ده كده. وابتدي ان انا اول ما تاخد غلوه ادخلها مع اللحمه البارده. يبقى كده خلصنا صنفين مع بعض النهارده، لسه باقي الوصفات مع بعض. طبعا اول بقى ما هتخرج من الفرن برضه هوريها لكم. طبعا دي تقدري بقى تعملي جنبها، ممكن تعملي جنبها رز عادي لو في ايام عاديه، تعملي جنبها رز، تعملي جنبها حبه مكرونه، يعني زي ما انت عاوزه تقدري تعملي. طبعا ما خدتش وقت زي ما انت شفتي كده، خلصناها على طول. اول ما هتغلي معايا هدخلها الفرن، ولما تطلع بقى هوريها لكم. خليكم معايا ما تخش في حته. تعالوا بقى نشوف الصينيه الثانيه او الوصفه الثانيه بتاعتنا. زي ما انتم شايفين كده دي الريش اهي، بصوا دايبه دابت 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 اهي، يعني بصراحه خطيره. برضو هنحطها في التقديم. طبعا زي ما انتم شايفين كده خلصنا الوصفه الثانيه اللي هي صينيه الريش في الفرن، بجد خطيره. بصوا يعني انا بصوا دايبه ازاي، بصوا هي مش متحمله، ان زي ما انا قلت لكم هي صغيره ومش بتاخد سوى، وفي نفس الوقت تقدروا كمان تعملوها مشويه، بس احنا حبينا نعملها في الفرن سريعه زي ما قلت لكم. طبعا اتمنى تكون الوصفه عجبتكم. ما تنسونيش في الشير واللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. لايك وتعليق جميل، ونقول لكم تعالوا نكمل باقي الوصفات، وباي باي.